القراية بالبايبل بالكتاب المقدس شيء كتير أساسي ومهم لحياة كل واحد منا. كرمال هيك الشيطان بيلهينا كرمال ما نقرأ بالبايبل. بس هو شو بده فينا إذا نحن قرينا؟ لأنه إذا قرينا بالكتاب المقدس رح نعرف الحق ورح نعرف الصح من الغلط. الكتاب المقدس بخبرنا قصة صارت مع يسوع مرة. كان يسوع صايم صار له 40 يوم بدون أكل وبدون مي. فكان مرة لحاله عم بيصلي وإذا بيجي الشيطان لعنده بده يجربه. إذا أنت ابن الله فيك تأمر لهيدي الصخرة اللي قدامك إنه تصير خبز. فبيقول له يسوع للشيطان، بيقول له يا شيطان الكتاب المقدس بيقول إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إذا أنت ابن الله ليش ما بتكب حالك من هيدا الجبل؟ والكتاب المقدس بيقول إنه الله رح يبعث لك ملائكة ويحملوك. فبيقول له يسوع للشيطان، يا شيطان بيقول الكتاب المقدس إنه مش لازم نجرب الله. تالت مرة بيقول له الشيطان، طيب إذا بتسجد لي وبتعبدني لإلي أنا رح أعطيك كل ممالك هيدا العالم، شو رأيك؟ فيسوع بيقول له للشيطان، اذهب عني يا شيطان لأنه الكتاب المقدس بيقول إنه منعبد إله واحد ومنسجد لا إله واحد يلي هو الله. كل ما يجي يقول له شي كذبة أو شي فكرة مش حلوة ليسوع، يسوع بيجاوبه من الكتاب المقدس.